الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير سألتني عن الإمبورت الأوتوكاد في مشروع ريفت، إزاي يعني أستدعي ملفات أوتوكاد في قالب مشروع في برنامج الريفت. سريعا خليني أوريهم. بفتح أي قالب في برنامج الريفت، ديفولت ميتريك أو أركتكشر ديفولت. بعد ما فتح الديفولت متريك بتظبط الوحدة بتاعت حضرتك يو ان وتقول له بالمتر اقرب رقمين بعد العلامة والوحدة متر. اوكي تمام. انتبه دلوقتي، انا عاوز انزل هنا في الليفل 1 البلان الاولاني مثلا، وعاوز انزل في الليفل 2 البلان التاني. انتبه ان انت بتنزل ملفات الاوتوكاد او بتعملها امبورت او استدعاء في الفلور بلان. دي اول ملحوظة، ما تختارش السيلينج، اقفل السيلينج عشان ما يلخبطكش. ده سيلينج بلان لليفل 1 وليفل 2، ودي الارضية لليفل 1 لليفل 2. حضرتك بتنزل ملفات الاوتوكاد هنا، فانا في الليفل ده مثلا فرضنا ان انا هستدعي البلان اللي هو بتاع البيزمنت. هروح على انسرت، هلاقي طريقتين، اما انه يكون لينك او اما انه يبقى امبورت كاد. لينك ان انت معناها هتفضل متصل بملف الاوتوكاد، اي تعديل هيحصل عليه هتقفل ده وتفتح تلاقيه التعديل اتغير. اما اذا خليته امبورت بيبقى كأنك جبت ملف الاوتوكاد وحذفته هنا وخلاص، اتقطعت العلاقة مع برنامج الاوتوكاد. فانا واقف في الفيو ده، والفيو ده نشط وكل حاجة، بدليل ان لو فتحت الفيزابيليتي جرافيك بيقول لي ان في امبورت كاتيجوريز، مفيش حاجة لسه نزلت، بينزل هنا. بما اني هخليه امبورت، الملفات بتاعتي اهي اللي الناس دايما بتسألني عليها، هاخد الباث اللي فوق ده، اخده كنترول سي علشان اوصل للمكان ده بسرعة. هقول import CAD، بيفتح لحضرتك الكمبيوتر بتاعك، الزق هنا الباث المكان اللي انا مسيب فيه ملفات الاوتوكاد واقول له open، فبيوصلني ليهم. وانتبه لتاني ملحوظة، اول حاجة الاعدادات دي مهمة جدا، بتقول له الكالرز بتاع الملفات دي. فرضنا انا عايز انزل في الفيو ده اللي هو ليفل 1 البيزمنت ده، عملت سيلكت عليه وهقول له الكالر انا عايزه يبقى بلاك اند وايت، وبيقول لي هنا الاول دي يعني معناها ينزل لك كل اللايرز اللي موجوده في الفايل ده، وهنا اليونتس. بما انك خليت الوحده بالمتر تختارها هنا بالمتر، وبعد كده هنا تقول له المكان اللي هينزل فيه الفيو اورجن تو اورجن، وهنا بيأكد انك هتنزله في ليفل 1، ليفل 1 بتاع الفلور. خلاص اوبن ريدي، هيبدأ ينزل حسب مكانه من نقطة الاورجن في ملف الاوتوكاد، هينزل هنا زي ما حضراتكم شايفين. البلان نزل اهو بتاع المسقط الافقي لدور البيزمنت في ليفل 1، مفيش اي مشاكل. لو رحت ال 3 دي اشوفه في ليفل 1، ولو رحت اي واجهه هنا موجود اهو، هو ده، ما عنديش اي مشاكل. ولو رحت ليفل 2 هشوفه خفيف عشان فيه هنا اعداد اسمه الاندرلاي، اندرلاي لحد ليفل 1، فلو قلت له نان مش هشوفه. طيب انا كده في الليفل 2 حابب انزل المسقط اللي هو بتاع الدور الارضي، تمام. خلينا نجرب، لو مسكته كده ورحت على برنامج الريفت وقمت جاي هنا وسايبه، بصوا كده نازل اهو، انزله هنا كده. برضو انا عملت له import بكل بساطة، لو دوست في فتحت هنا
هلاقي الملفين نزلوا البيزمنت والجراوند، كل واحد نزل في ليفل حسب ما انا حددت اهمت، كل واحد فيهم في ليفل تمام. محتاج تظبطهم ان هم يبقوا واقعين على بعض، حاجة بسيطة جدا، تبص من فوق او خليني اعلمك طريقة جديدة. هروح ليفل 1 واجي هنا، اخش اركتكشر تاب ريفرنس بلان، هاجي اعمل كده واعمل كده ريفرنس بلان، امسك ده واجي اسلك عليه واقول له افتح البن واقول له موف من الكورنر ده هاته عند الريفرنس ده تمام. وروح ليفل 2 اعمل سيلكت، افتح البن اللي هو ده، قول له موف من الكورنر ده بتاع العمود ده هاته عند الريفرنس. لو رحت 3D هلاقي الاتنين واقعين على بعض، هو ده العمود اللي واقع على العمود ده، واقع على الريفرنس اللي باين في اي واحد منهم كده، الاتنين واقعين على بعض. لو رحت هنا وبصيت من التوب الاتنين اهم كأنهم واحد، مطابقين، مفيش اي اختلاف. بكده تكون دخلتها. الاخطاء اللي بتحصل ان الناس بيعملوا امبورت للملفات دي في فيو غلط، وبتبقى اعدادات الفيزابيليتي جرافيك اللي هو لما دوس في 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 حاجة خطأ هنا عندك، عايز تتأكد الملفين دول فين، هنا امبورت كاتيجوريز بتلاقي البيزمنت والجراوند اهمت. لو خليت الاتنين دول هاف تون ابلاي اوكي يبقوا خفاف عشان تقدر تشوف شغلك. بعد ما تظبطهم اعمل سيلكت، قول له بن، اقفل البن، وعايز تخفي البن اقفل الخيار ده، مش هتقدر تتحكم فيهم خالص. كده انا عملت فيديو بيرد على الموضوع ده عشان اتسألت عنه كتير. هتروح كل فيو، لو انت حاسس برضو ان هو تقيل في في، تخش هنا وتخلي ده هاف تون الملفين اهو، وتختار هاف تون دي ابلاي اوكي بقى خفيف. روح ليفل التاني في في، تعالى هنا هاف هاف ابلاي اوكي، بقوا الملفين خفاف في كل فيو سواء بلان او في البرسبكتيف 3D. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.